من أخطر آفات الوقت التسويف. الإمام الحسن البصري يقول: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غد لك فكن في غدك كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لن تندم على ما فرطت في هذا اليوم. لا تقول غدا، لا تقول سوف. واحد وعد النبي أن يتوب غدا، قال له: ويحك، أوليس الدهر كله غدا؟ هلك المسوفون. قيل لعالم: أوصنا. قال: احذروا سوف فهي جند إبليس. كلمة سوف من جند إبليس. قال: تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر.